فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول احتجت إلى مبلغ من المال لحاجة ضرورية، فأعطاني أحد إخواني هذا المبلغ، ولكن مصدر ماله فيه شبهة، فهل لي أن أخذ هذا المال؟ إذا كنت متيقن أن فيه شبهة اتركه، من اتقى الشبهات قد استبرع لدينه وعرضه. إذا كنت متيقن أن فيه شبهة، ما مجرد وسواس أو تخوف، فأحسن الظن بأخيك. نعم.